أما دلوقتي بقى هنروح نشوف مع بعض تقرير عن أشهر الأدباء، أشهر المثقفين اللي رحلوا عن عالمنا في عام 2022. صحيح هم رحلوا عن دنيانا، لكن تركوا أثرهم الأدبي، أعمالهم الروائية اللي هتفضل دايما تتكلم عنهم وتذكر مشوارهم وتذكر أسمائهم بكل النجاحات اللي قدروا يحققوها رغم رحلهم. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول. شهد عام 2022 رحيل عدد من الأدباء والمفكرين والكتاب المصريين الذين أثروا الحياة الثقافية بإبداعاتهم ومؤلفاتهم، من أبرزهم الكاتب والروائي مجيد طوبيا الذي رحل في 7 أبريل الماضي، والذي يعد من أبرز الأسماء في جيل الرواد بعالم الرواية. قدم طوبيا روايات عدة أشهرها عذراء الغروب ودوائر عدم الإمكان وغيرها. وشهد عام 2022 رحيل عملاق من عمالقة الأدب المصري، هو الكاتب الكبير بهاء طاهر راهب الرواية العربية، والذي وافته المنية في 27 أكتوبر الماضي. ومن أهم أعماله الأدبية بالأمس حلمت بك وأنا الملك جئت والحب في المنفى، وتحولت أعمال له إلى مسلسلات تلفزيونية مثل رواية خالتي صفية والدير ورواية واحد الغروب. وفي 10 ديسمبر الماضي غيب الموت الناقد الأدبي والمفكر والأكاديمي البارز صلاح فضل شيخ النقاد العرب وحارس اللغة العربية. أصدر فضل خلال رحلته الفكرية 10 المؤلفات في النقد والأدب، ونال العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب.